حد يفهمني كده يا برنس، كابتن مدحت شلبي انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه وعاوز ايه من الانديه المصريه وبالذات الاهلي والزمالك؟ انا عاوز اوجه لك رساله يا كابتن مدحت. انت بتقول ان الدوري السعودي ده والكره السعوديه ديت التوب التوب اعلى حاجه. عاوز اقول لك ان الاهلي والزمالك عملوا مع الانديه السعوديه دي، مع احترامنا ليها طبعا كلهم، الجلاشه ماشي. وعاوز اقول لك يا كابتن مدحت ان نادي الزمالك رغم يعني الفتره الصعبه اللي هو كان بيمر بيها ديت، عمل مع الثلاث انديه السعوديه الجلاشه برضو، وبرضو الاهلي عمل معاهم الجلاشتين. فبص بقى، هنبدا بالزمالك. ليه هنبدا بالزمالك؟ لان نادي الزمالك لما جه لعب الثلاث انديه السعوديه، كان نادي الزمالك كان عنده مشاكل، كان نادي الزمالك عنده مشاكل في القدوة، ولا كان معاه حتى مدرب عدل ساعه اوسوريو ده ماشي. لان لو كان الزمالك معاه مدرب عدل كان كسب القصه يا برنس. بص بقى، هنبدا باول ماتش نادي النصر في البطوله العربيه. نادي الزمالك كان بيلعب النصر في البطوله العربيه، النصر بكريستيانو رونالدو بساديو ماني بتاليسكا بي 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 بي، ونادي الزمالك كان معاه اسوري المخترع. ونادي الزمالك ولا كان عامل صفقات وكان عنده مشاكل، نادي الزمالك كان كسبان النصر في البطوله العربيه لولا كريستيانو رونالدو في اخر الوقت جاب جول. تاني ماتش نادي الزمالك خسر من الشباب السعودي بضرب الجزاء وكان عاملين ماتش عليهم. تالت ماتش الزمالك مع الانديه السعوديه امام الاهلي السعودي اللي هو اللي فات دوت، نادي الزمالك ادى الاهلي السعودي درس مش هينسوه. ثلاثة ولا اربعة يعني في الحدود دي. فانت بتتكلم ان الانديه المصريه درس يا جماعه، درس في الكوره. ده الزمالك يا كابتن مدحت شلبي. اما الاهلي لاعب الاهلي بقى لاعب الهلال السعودي في كاس العالم للانديه، الهلال السعودي بقى ده احنا الاهلي هنسيحه، ده احنا اربعه في كاس العالم للانديه، في كاس العالم للانديه. ساعتها قالوا ايه ده؟ عشان الهلال مطرود منه اتنين، لعبنا الاتحاد. وطبعا كل الناس عارفه بتوع الاتحاد عملوا ايه، هاتوا لنا الاهلي المصري. خدوا برضو ثلاثه، خدوا له في القسمه. فما تجيش تقول لي ان الانديه السعوديه توب، لا يا باشا، في حاجه اسمها الاهلي والزمالك. سيبك بقى من الامور بقى اللي احنا ما بنجيبش صفقات عالميه وما بنعملش الضجه ده والكلام ده كله، ولكن هيفضلوا الاهلي والزمالك هم التوب. اديهم شويه صفقات واحنا نكسر الدنيا. ماشي يا كابتن مدحت، دي الرد على التوب اللي هو قالها دي، اركن الحوار ده. الحوار الثاني امام عاشور. انا نفسي اعرف يا كابتن مدحت يا شلبي ايه علاقه امام عاشور بماتش النصر والهلال؟ ايه علاقه امام عاشور بسالم الدوسري؟ ايه العلاقه برضو؟ ايه العلاقه بهدف بهدف سالم الدوسري والشقلباص بتاعه بامام عاشور برضو؟ ايه العلاقه يا كابتن مدحت؟ ما فهمنا. يعني سالم الدوسري يا برنس جاب جون والشقلب الشقلبه دي، مدحت شلبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده امام عاشور مش عارف لما جه يعملها اتصاب ما تعملهاش يا ابني. طب ايه علاقه يا جماعه امام عاشور؟ هو قصده امام عاشور لما كان مع المنتخب لما اتصاب، كلنا كنا عارفين لما اتصاب جاله ارتجاج في المخ اللي هو عمل دبل كيك فهو على دماغه والكلام ده كله، فهو بيتريق، هو بيتريق يا كابتن مدحت. فانا نفسي اعرف كابتن مدحت عاوز ايه يعني؟ ايه علاقه امام عاشور برضه؟ يعني امام عاشور لعيب كبير، لعيب كبير وكلنا عارفين. وسيبك بقى من قصه بقى ان امام عاشور اهلي ولا زمالك ولا الليله ديت، ولكن يا كابتن مدحت انت دلوقتي بتتكلم على لعيب مصري، بتتكلم على لعيب مصري وبتتريق عليه. يعني بص، ما بنتكلمش على قصه انديه سعوديه والكلام ده، ولكن انت بتتريق. يعني ايه بنقعد نتفرج؟ انت يا ابني ما تعملهاش. طب ايه اللي ما يعملهاش؟ ان هو امام عاشور لما جه عمل الحركه دي، عملها مع المنتخب ولا عملها مع الاهلي ولا عملها حتى لما كان مع الزمالك؟ فما تقعدش تتريق. يعني انت يا كابتن مدحت بتتريق لمصلحه مين؟ بتضحك مين يعني؟ انا مش فاهمها. ايه علاقه بقى امام عاشور؟ امام عاشور لعيب كبير، امام عاشور ده اسطوره. بص هنبقى بص هنقعد ننجم لك في امام عاشور، هو نجم. بس ما تحطش اي حاجه سواء اهلي او سواء زمالك في الموضوع. برضه من فتره ساعه حوار افضل انديه في الوطن العربي، برضه لما استبعد نادي الزمالك على حساب النصر ولا على حساب الهلال، كان نادي الزمالك افضل منه. كل مرة يا كابتن مدحت بتخسر حد من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. فأنا مش فاهمها الصراحة، وكل الناس مش فاهمها، وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك زعلانين جدا جدا من كابتن مدحت يا شلبي. سلام.